قريت خبر، يعني انا مش متعود اقرا في الاهلي، تعرف على طول ان في متغير. يعني خبر خاص بمحضر في قسم الشرطه عاملاه الكابتن هناء حمزه وبنتها ضد اداره النادي الاهلي. قدام الخبر اهو، كابتن هناء حمزه نائب رئيس اتحاد الكره الطايره قالت في تصريح ليها: عملنا محضر في قسم الشرطه اثبات حاله، طلبت من مريم تعمل محضر وتثبت انها ما تطلعش على البنود، انها ما اطلعتش، انا اسف، على البنود دي، والامضاء بتاعتها او بتاعها كان على ورق فاضي. اولا انا معترض على التصريح ده لثلاث اسباب. اول سبب، ده نهج جديد في الاهلي او حد مختلف مع الاهلي من ابنائه، يعني ناس كتير اختلفت مع الاهلي في اخر سنين، يعني كتير، يعني ايام الكابتن صلاح سليم كانت في ناس، كانت في ناس مختلفه، ايام الكابتن حسن حمدي كان في ناس مختلفه، ايام الكابتن او المهندس محمود طاهر الراجل الراقي المحترم كان في ناس مختلفه، كابتن محمود الخطيب الاسطوره والمحبوب في ناس مختلفه، لكن اول مره حد يبقى من ابناء الاهلي، يعني شارب من نيله، يعني عارف انت المصريين يقول لك شاربين من نيلها، اللي هو شارب من نيل الاهلي. هناء حمزه لعبت في الاهلي 20 سنه، فبتتكلم في ان هي من الناس اللي يعني قامت بمجهود ضخم جدا وعاشت اجواء الاهلي وتربت على الاهلي ومبادئ الاهلي وقيم الاهلي وكل ما يحدث في اركان النادي الاهلي، هي عايشه يعني 20 سنه دي، يعني بتتكلم في عمر. ده اول حاجه مش عاجبني في التصريح ده، دي حاجه جديده على الاهلي ان حد يروح قسم شرطه ويعمل محضر ضد النادي الاهلي، تفهم على طول ان في متغير في السلوك ورا حاجه، ورا حد، ورا حاجه، ورا بتاع، ما تفهمش. جديد على الاهلي يعني. تاني حاجه في التصريح ده مش عاجباني ان هو بيقول المحضر علشان تثبت انها ما اطلعتش على البنود دي، وان هي لما مضت مضت على ورق فاضي. اولا انها بتوقع على عقد فاضي هي عشان تثبت، كتير من اللاعبين بيعملوا كده، وانا امبارح حتى والاول امبارح نقلت لكم عن كل الكوره العقد اللي كان ماضيه امام عاشور مع النادي الاهلي، وكتير من اللاعبين لعبت قالوا بقى امام يعني ما لعبش في الاهلي، رفضته لجنه الكوره، وكان يعني احد الاخطاء التاريخيه لاعضاء لجنه الكوره في ذلك الوقت ان حد بقيمه امام عاشور يبقى ماضي معاك على بياض. لو عندنا يا جماعه صوره العقد برضه عشان الناس تشوفه على بياض. وراح نادي الزمالك بقى من نجوم الكره المصريه، والزمالك اداله الفرصه بتاعته، وهو ستايله وطريقه لعبه ومفاهيمه ركبت مع الزمالك فبقى نجم كبير جدا. لكن امام وقتها مضى على بياض. انا هاخد امام كعقد كنموذج ان في لعيب ممكن يمضي على بياض. وفي لعيبه كتير عملت كده، اهلي وزمالك واسماعيلي ومصري واتحاد وفيوتشر، كل الانديه يعني فيها لعيبه بتمضي على بياض حتى تثبت وحتى تؤكد ان هي بتنتمي للمؤسسه دي وبتحبها جدا ويعني بتقدرها وبتثبت يا عم انا مش داخل على الطمع، انا بمضي على بياض. فانت مضيت على بياض بكيفك يعني، وانما طلعتش على البنود بكيفها يعني، مش غصب يا ده مضت وبصمت والكلام ده، خصوصا ان الكابتن هناء كانت قالت ان هي مضت على ورق خاص بمستحقات قديمه سابقه معايا انا شخصيا قالت كده. انما مش همسك في التفاصيل يعني، اهو ادي صوره من العقد بتاع الكابتن امام عاشور لما كان ماضي مع النادي الاهلي وعلى بياض. وعايز اقول على حاجه، انه ده ملوش علاقه بقى ان يكون امام الاهلاويه يقول لك بص هو امام كان ماضي للاهلي وان الزملكاوي، ملوش علاقه ان امام اهلاوي ولا زملكاوي، احنا اتفقنا خلاص حطينا مسطره كده في الكلام انه لعيب الكوره مهنته لعيب كوره، يلعب اهلي فاصبح اهلاوي، يروح الزمالك اصبح زملكاوي. مصطفى شلبي كان راح الاهلي اهلاوي جدا متمرمخ جدا في الفانيله الحمراء، لما فشلت المفاوضات وراح الزمالك بقى زملكاوي جدا ومتمرمخ في الفانيله الحمراء في الفانيله البيضاء، ملهاش علاقه هو شغلته كده. بس اهو اثباتا لحسن النيه، امام وقتها مضى وبصم، وحتى في الاهلي لما سالنا ازاي لعيب بقيمه امام عاشور ده يمضي ويبصم وتسيبوه كده، قال لك وقتها المحله طلب 20 مليون جنيه وما رضيناش ندفعهم، لكن الزمالك يبدو انه خلص ودفع يعني.